إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. تعرف يا أستاذ عبد العزيز، أغرب حاجة قريتها امبارح على النت وفعلا محيراني ومش عارفة لها تفسير، قال إيه؟ الموبايل بيسبب مشاكل كتير للمعدة عند الكبار والصغيرين وخاصة الأطفال. طيب على رأي المثل، هو إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ إيه اللي دخل الموبايل في الأكل والهضم والمعدة؟ مش حاجة دي تحير والله، ده حاجة تضحك والله. فعلا يا مدام نادية والله، إيه علاقة الموبايل بالمعدة؟ وأنا احتار ليه؟ ما تيجي نسأل الدكتور عن حقيقة الموضوع ده بصراحة، يعني برضه سمعت طراطيش كلام كده يعني، ونقول يعني هل فعلا في علاقة ما بين الموبايل ومشاكل الجهاز الهضمي؟ ونشوف هيقول لنا ايه، ولو اني مكسوب بصراحه من السؤال يعني لاحسن يقول اللي جاب القلعه جنب البحر. مش بقول لك عموما يلا بينا، اجيت هنستفيد لما نسال الدكتور، هنستفيد اكتر. الجمعيه الاوروبيه لطب الاطفال نشرت دراسه مهمه جدا من كام شهر سنه 22، لازم ننتبه ليها جيدا. الدراسة دي بتتكلم عن تأثير استخدام السوشيال ميديا على الأطفال، وقالوا إن الإفراط في استخدام الموبايل والسوشيال ميديا عند الأطفال بيكون سبب في إصابتهم بأعراض كتيرة في الجهاز الهضمي، بتتسمى أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي العصبية وعسر الهضم، بالإضافة لأعراض القلق والتوتر والشعور بالوحدة والاكتئاب. أعراض الجهاز الهضمي بتحصل علشان في علاقة قوية جدا بين المخ والجهاز الهضمي، بين شبكة الأعصاب اللي حوالين الجهاز الهضمي وبين المخ. التوتر والضغط العصبي مثلا بيزود إفراز حمض المعدة، وده ممكن يتسبب في التهاب في جدار المعدة، وممكن لو التوتر العصبي ده مزمن يؤدي إلى قرحة في المعدة. وحديثا اكتشفوا إن الضغط العصبي أيضا بيغير من توازن البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي، ولما توازن البكتيريا النافعة دي يتأثر بيعمل أعراض عسر هضم وأعراض بنسميها المعدة العصبية. وطبعا كلنا نعلم إن في ارتباط وثيق بين التوتر العصبي وأعراض القولون العصبي المزمن اللي بيعمل آلام متكررة في البطن وبيكون معاها إسهال أحيانا أو إمساك أحيانا. الخلاصة إن لازم نخلي بالنا كويس جدا، كبار وصغار، نخلي بالنا من الإفراط في استخدام السوشيال ميديا والموبايلات اللي بقت تؤثر بوضوح على السلام النفسي للإنسان، إلى جانب الآثار السلبية الأخرى على الجسم العضوية زي فقرات العنق والعين، وأخيرا تأثيرها على الجهاز الهضمي. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.